طبعا نحن لا نتحدث على كل قطاع عنده خصوصية عن القطاع الآخر، وكل قطاع بالتواصل مع الأطراف المعنية يمكن إصدار بعض القرارات، وبالتالي فإننا لا نستبق الأحداث، فالأمور عادية جدا، وليطمئن الجميع وليطمئن المواطنون بأن المغرب دولة قادرة وجاهزة على مواجهة أي وباء، ويقظة كذلك لمن يريد أن يتاجر في الوسائل أو يتاجر في استعمال الوقائي لهذا النوع من الفيروس، وبالتالي هناك يقظة على جميع المستويات. فيما يتعلق، الحمد لله، نحن نظرا للاستعدادات الاستباقية التي عملها المغرب لمحاربة ومواجهة هذا الفيروس كورونا، ومبادرة جلالة الملك وجلب طلبة من الصين، ووضع لجنة عليا فيها جميع الفعاليات لحماية الأمن، فإن الحمد لله لم تكن عندنا إلا حالتان وهما قادمتان من دولة معينة وهي معروفة إيطاليا، وبالتالي فنحن لم المجتمع المغربي لم يتعرض لأي شيء، وهذه حماية قوية للمغرب، وأعتقد أن هذه الحالتان في وضع مستقر في مستشفى تحت العناية المركزة، والمغرب يقيد بشكل قوي بجميع المتدخلين للوقوف والحد من هذا الفيروس أن يكون أصلا متواجدا في المغرب فضلا أن نحاربه. فيما يتعلق ب كذلك، الحكومة تدرس بهدوء وتتعامل مع هذه الأشياء وفق التطورات، لأنك تعرف التطورات هي التي تؤدي إلى قرارات أو تؤدي كذلك إلى دراسة النتائج، فنحن يقظين مع هذا الموضوع على جميع المستويات ونتتبعها يوميا وبكل اهتمام. هذه نفسها اتخذت في كثير من الدول نظرا لليقظة ونظرا كعملية استباقية، لأن حماية صحة المواطن أولى من أي شيء آخر، هذا نقطة نتفق عليها. ولكن بالنسبة للمباريات داخل المغرب ممكن أن تقام بدون جمهور كما جاء في البلاء، احنا فقط يعني نقوم بمنع المقابلات اللي من دول تعيش هذا الوباء، وهذا كله مسألة عادية فقط حماية للجميع، ونحن نتعامل مع القرارات وفق التطورات، إذا كان التطور يشكل خطورة فالقرارات تتخذ أشكال أخرى، إذا الحمد لله هذا الوباء يعني غادرنا وغادر كثير من الدول فإن القرارات أيضا ستعاد الأمور إلى نصابها. يتعلق بالاستثناء بعض المزيم، كتعرفوا احنا كنستأنسوا بوزارة الصحة وكان ما نحاولوش نوقفوا الجميع الحركة الاجتماعية، ولكن احنا تنمشيو بالضبط وفق المعايير التي تم اعتمادها من طرف وزارة الصحة، من طرف بعض الدول، ومن طرف كذلك وزارة الصحة العالمية للاتقاء من هذا الوباء، وبالتالي فمن مستقبلا قد نضيف قرارات أخرى وقد نحذف هذه القرارات وفق التطورات. لم نتحدث عن هذا الموضوع في الاجتماع المجلس الحكومي، ولكل حدث حديث. السلام عليكم ورحمة الله.